شوف البردي البردي كله كله القاع كلها بردي. شوف اليوم الثلاثاء دورة الكويت جاء ام الهمام. شوف الثلج شوف الثلج حذر. شوف 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 الثلج شوف الثلج تحت 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 ثلج بردي. لا اله الا الله. هذا باتجاه منطقة ام الهمام. شوف الثلج شوف الثلج كل القاع بيضة. لا اله الا الله. اللهم صيبا نافعا يا رب. القاع كلها بيضة بيضة. والله مبطي ما شفت الشيء هذا والله العظيم. كله ثلج ثلج بردي. له تقريبا اكثر من 15 دقيقة هو يصل برجل.